ياسين يا جماعة، هايز باللحمة العجالي مع الكلاب زي ما انتوا شايفينه عمال يشد. اللحمة عاملة ازاي؟ خد يا قلب، انا جايبه لكلبي، ما تسمعوش بقى، صوت في الكاميرا تجيب علينا كده وانا مديهاله ولا كده ينفع جنبي كده؟ ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش. ها مش واخدها، هكفك مش واخدها، عشان العركه اللي انت عملتها دي مخاصمه. انا مخاصمه، ما تكلمنيش. يلا بقى ما تكلمنيش، اهو ما تكلمنيش خالص، مش خالص، عشان اللي انت عملته ده ما كانش ينفع. صح ولا غلط؟ بص انا ما تبصلهمش، صح ولا غلط؟ اهو ما تكلمنيش بقى لما يجي لي مزاج يا عم. اديله ياكل يا عم. لا لما يصالح تعال. اه بصي برضه، شاف الاكل خلاص، مش واخدها، مش واخدها. يلا اديله، مش واخدها. بص بقى، انا هطمعهم فيكم واكل التاني مش عطيك، عشان انت ايه اناني، ودول خواتك المفروض تاكلهم وتظبطهم. حصل؟ تعال تعال تعال، مش هتاكله بقى يا سيما، ما تعذبوش. تعال قول انا اسف. ابو السلم ما تبصش في حته اللحمه عشان ده مزاجي. ابو السلم ما تتعنتش، ما تتعنتش، مش واخدها لما يجي لي مزاج. اقعد اقعد، قول انا اسف، قول انا اسف، شو خد شو خد شو خد، قول انا اسف، قول انا اسف. اديني بقى كده، اديها يا عم. هاي هاي هاي، دزغز بقى، دزغز بقى، نصيبك يا رب. اللي شايفنا الكاميرا يسكت شويه، هما اصلا شبعانين يا جماعه. يعني اللحمه دي عامله زي ما تكون جاتوه كده. بيلعب بيه ده، بيلعب بيه ده، عايز عشان يلعب. يلا نشوف بقى الكلاب بياكلوا ولا لا. يا سلام، خد ايه تراوغ. بص يا جماعه، لازم نطرع اللحمه، حته اللحمه الثانيه، عشان دي هنا تطريها. هاي ايه ده؟ كل من دي، خلاص طماع. ايه ايه، طب ينفع اللي انت عملته ده؟ طبعا يا جماعه الكلب كل حاجه فاهم. ينفع اللي انت عملته ده؟ ينفع النطة اللي انت نطيتها دي؟ مش انا قلت لك ايه؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ ها؟ مالكش دعوة بيه؟ خش انا اقعد معاه، مالكش دعوة بيه؟ كل بتاع بيسمع الكلام ده بس، هو صدق يا عم. تعال تعال معايا، امسك ولع ولع، خد خد يلا كتت ولع ولا ولا ولا. شفت بقى مين اللي بدأ؟ كلاب هيجموا على بعض بسبب اللحمة يا جماعة. كلاب ايه؟ كلاب جيرمان، من اللي هي على مستوى، يعني مش كلاب اي كلاب والله. الواحد يخاف عليها، يعني الواحد مش هيقدر يبيت الاكل ده لما الواحد يمشي ويشيل اكله خالص. اقسم بالله كده خالص يا لهوي، اقسم بالله ما حصل. هو هيعدى، تعالى خدت، اقسم بالله ما حصل. كنت خدها من قدام كلبي. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. بصوا احنا هنعمل حاجة، انا هنعمل تحدي، اللي يجي محترم لمدة دقيقة هياخد حتة اللحم. ماشي؟ اللي يجي محترم التحدي، من اللي عايز يخشه؟ مين؟ ثلاثة اهو. لا انت مش، انت مش هتدلع اصلا. واحد اثنين ثلاثة، اللي ليه نصيب في اللحمة واحد وثلاثة. تعال تعال، عايزاه ولا لا؟ مفيش مزاج. الاثنين واقفين فاهمين الموضوع. احنا في النفوس، شوف مين هياخد. لا انا عايز تحدي مدة دقيقة، شوف مين اللي محترم اللي مش هيتحرك من مكانه. انا عايز اجيب بلو ولا هيكسب. ايوه يلا. ايوه الجيرمان، بصي الجيرمان قاعد بقى بيقول لي انا فهمت. الهدف فوق، اللي هيجيبها الاول، اللي هيجيبها الاول اكسب.
اي 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 الله الله على كلب علام الجرمن شفاطها الجرمن ما سواش. بص بقى الواحد نازل بيخاف من الكلاب عيب. نو 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 يا عبد علمتكش انا كده. سيبها له بقى يا سيدي سيبها له. علمتكش انا كده علمتكش انا كده. شوف يا مو في ايه انا عايز اعلم كلب حاجه. سيب سيب ايه ايه اقعد نو نو. لازم نعلم الكلب بتاعي لما يبقى قدامه حاجه وانا حتى ما اتعلمش. خد نو. هو خايف ده ياخد. مساء الخير يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد الاضحى قرب خلاص اهوت. اكلنا الكلاب الاول وجبنا جبنا ذبيحه واكلنا الكلاب الاول قبل مننا. طبعا يا جماعه جاتلنا صفصه زي ما انتم شايفين اهي. الجاموسه دي ولا بقره؟ لا يعرف ان تشيله كده عجل صغير. جاتلنا صفصه يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي. جاموسه لا اقسم بالله جاموسه اهي. لا 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 ما اقسم بالله جاموسه. تحلفش يالا كده يعني. والله يا جاموسه البقره مش جالها. طبعا الكلاب هيصه وطول النهار حتى شبص شبعانين على الكلاب شبعانين. قطعناه اتنين وقسمناهم كده في المزرعه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكلاب هيصه. طبعا طبعا جورات شلقوا زيها هيفاخد بحاله اهوت. مين بقى اللي عنده فاخدين زي دولت؟ نفسه ياكل. مين بقى اللي عنده كده؟ مين اللي عنده الحلاوة دي؟ الكلاب شبعانة يا ابني. نادي عليهم ياكلوا كده؟ شبعانين. نادي عليهم ياكلوا كده؟ طب في ايدي بقى اقسم بالله جاموس. اقسم بالله دي جماميس. نادي عليهم تسقف لهم ياكلوا. مش فاضيين. يلا تعالوا يلا. يلا على هم بس يمشي يجيبوا كده ولا بس يا جماعه احنا جايبينه عشان نلعب عليهم رياضه كده. خد الكلاب يلا جنبك ياكلوا يا سنين ابنك سواء. اه نادى عليهم يلا. اه تعالى. شوف طبعا انا مش قوي كلاب ابويا الاكل كلب لما نظبطه ونأكله احسن من الاكل حد غريب صح. تعال كلاب يا جماعه واكلين لحمه عجالي ومنين اهو راح رايحين. تعالى يلا تعالى ناكل مع بعض. طبعا مش مع بعض يلا الكاميرا تجيب علينا كده حتى جزارة نبدال ونظبط. اوعى 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 تعملي كده. يلا ادي الليلي يلا ما تعكسهاش. والله ما خساره فيك. والله انت وقتها كل يلا يا ليلي. خش نجيب لي كلب واحده ثانيه. تعالي يا ليلي يلا. الاكل ياما وخير ربنا ياما ما تعاركوش واحده واحده. تعال تعال طبعا ناكل كلب. بص يا ليلي يا ليلي طبعا في كل حاجه. خد لسه ما خلصناش. خد طب بعد ما مشي يا مصلحته يا مصلحته هتجيلي تاني مش هتجيلي تاني مصلحته. ايه ده؟ انت عندك عربيه اهو. ناكل النهارده الحاجه اللي هي جات لنا والحاجه اللي احنا بناكل بيها. كلنا شفنا الكلاب هايصه ازاي النهارده بسبب اللحمه دي. طبعا الناس الكلاب هايصه